أطلقها مواطن واسط على الخط الكهربائي المجهز لهم من إيران، والذي يؤكد المواطنون أنه تسبب بعطب العديد من الأجهزة الكهربائية بعد قطع حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية وربطها بالشبكة الإيرانية. سابقا تجينا ساعتين أو ساعة ونص، جمد الثلاجة، جمد المجمدة، الإنسان يستفاد منها. حاليا ماك تجينا ربع ساعة، ثلاث أرباع الساعة، والكهرباء صاعدة نازلة، هبوط وصعود التيار الكهربائي في المنازل، مما أدى إلى تعرفون بقى احتراق بعض الأجهزة الكهربائية. الكهرباء صارت مثل واحد بيصرع، كل ساعة طايح ويفرشوله، يعني هسه الثلاجة عندنا ما جاي تشتغل، كل ساعة فاصلة، المكيف كل ساعة فاصل. المشكلة لم تقتصر على الأجهزة الكهربائية في المنازل، بل امتدت لتسبب الخسائر لأصحاب محل بيع الكهربائيات الذين تعرضت بضاعتهم إلى الكساد بسبب ضعف إقبال المواطنين عليها. احنا اصحاب محلات تجارية، يعني السنة المكيفات والسبارة نامت بالمحلات ما انباعت، لان العام يعني بعنا كميات كبيرة من السبارة والمكيفات، السنة العالم ما اشترت، لان شيء ياخذوا ديكور ما يشتغل كهرباء نهائيا معكم. اما المسؤولون في واسط فقد حملوا وزارة الكهرباء المسؤولية كونها قامت باستيراد الطاقة الكهربائية من ايران من دون توفر المنشئات اللازمة لاستقبال تلك الطاقة. وزارة الكهرباء استوردت كهرباء وهي لم تكمل المنشآت الخاصة باستقبال الكهرباء، طبعا كهرباء مستمرة من الجانب الإيراني، لكن المنشآت اللي موجودة في عند وزارة الكهرباء لم تصل بالتالي الكهرباء مستقرة إلى أبناء محافظتنا. ويضيف المسؤولون في مجلس محافظة واسط إن أحد الأسباب التي دعتهم إلى رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء كريم عفتان بداية الشهر الحالي كان تذبذب التيار الكهربائي المستورد، والذي رفض المسؤولون عن الطاقة الكهربائية في واسط الإدلاء بأي تصريح عنه.